السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من قناة أخبار خفيفة. قبل ما نبدأ الفيديو يا جماعة، وأنا النهاردة إن شاء الله الساعة 5 هتكون القرعة الفاصلة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم. طبعا جايين النهاردة نعمل قرعة افتراضية معاكم قبل القرعة الرسمية اللي هتكون النهاردة إن شاء الله الساعة 5. برحب بالكابتن عمر، برحب بالأستاذ وائل. طبعا علشان خاطر وقتكم هندخل في القرعة على طول، وبعد كده هناخد توقعات الكابتن عمر والأستاذ وائل للمباريات الخمسة اللي هتكون معانا النهاردة. طبعا معانا التصنيف الأول ومعانا التصنيف الثاني. يا جماعة هنسحب ورقة يا جماعة من التصنيف الأول، هنسحب ورقة من التصنيف الأول. اسحب لنا ورقة كابتن عمر. أول مباراة معانا مين يا ترى؟ مباراة السنغال يا جماعة، أول مباراة. تمام، السنغال. السنغال. عايزين ورقة من التصنيف الثاني، ويا رب ما تكون مصر. أنا الصراحة ما بتمناش إن المنتخب المصري يقابل المنتخب السنغالي. مين يا ترى؟ غانا. غانا والسنغال. غانا، تمام بعد إذنك كده. أول مباراة غانا والسنغال. المباراة الثانية يا جماعة، المباراة الثانية معانا مين؟ منتخب نيجيريا. تمام، مين منتخب نيجيريا؟ هل يا ترى؟ اوعى تجيب مصر يا استاذ. اوعى تجيب مصر، اوعى تجيب مصر. منتخب نيجيريا منتخب قوي يا جماعة. منتخب مين؟ مالي. مالي. منتخب المالي. مالي. ثاني مباراة نيجيريا ومالي. المباراة الثالثة نيجيريا ومالي. المباراة الثالثة معانا النهاردة مين؟ منتخب المغرب. منتخب المغرب. انا بتمنى الصراحه بتمنى منتخب مصر يقابل المنتخب المغربي. مين يا ترى؟ مين؟ مصر. 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 المغرب ومصر. المغرب ومصر. المغرب ومصر. ضمننا يا جماعه منتخب عربي في كأس العالم. ضمننا منتخب عربي. المباراه الرابعه معانا مين؟ تصنيف الاول طبعا منتخب تونس. منتخب تونس. منتخب تونس هيقابل مين منتخب تونس في التصنيف الثاني؟ كاميرون. منتخب الكاميرون. 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 تمام. منتخب الجزائر. منتخب الجزائر هيقابل منتخب الجزائر المباراة الخامسة. منتخب الجزائري الكونغو. 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 مبروك للجزائر دلوقتي. مبروك للجزائر. مبروك للمنتخب الجزائر. طيب معانا يا جماعة المواجهة الأولى طبعا غانا والسنغال، المواجهة الثانية نيجيريا ومالي، المواجهة الثالثة المغرب ومصر، المواجهة الرابعة تونس والكاميرون، المواجهة الخامسة والأخيرة وهي المنتخب الجزائري في مواجهة المنتخب الكونغولي. طيب هناخد توقعات الكابتن عمر في المباراة الأولى، غانا والسنغال يا كابتن عمر. تصل السنغال. السنغال. غانا. آخر كلام. غانا. غانا. تمام. المباراة الثانية نيجيريا ومالي يا كابتن عمر، مين؟ نيجيريا طبعا. نيجيريا. نيجيريا. تمام. المباراة الثالثة يا كابتن عمر المغرب ومصر. هتبقى مباراة صعبة جدا، بس إن شاء الله منتخب مصر بإذن الله. المغرب. المغرب. يعني بتفضل منتخب. كنت توقعات مش امنيات طبعا. انا كنت اتوقع، كنت اتمنى ان نقابل السنغال، يعني نقابل الكاميرون. اي دوله افريقيه من جنوب افريقيا نعرف لعبها، نبعد عن شمال افريقيا يا جماعه، بيعرفوا يلعبوا علينا كويس. تمام. لا بس ان شاء الله هتصعد مصر. اتوقع مصر. اتمنى، لكن انا شايف توقعك المغرب. المباراه الرابعه كابتن عمرو تونس والكاميرون، توقعاتك؟ كاميرون. الكاميرون. توقعات الكاميرون وامنيات تونس طبعا عشان دوله شقيقه. تمام. امنيات تسعه تونس. معانا اخر مباراه الجزائر والكونغو يا كابتن عمرو. اكيد الجزائر ان شاء الله. الجزائر. لو لعبوا بنفس الاستهتار اللي لعبوا فيه البطوله بتاعت الامم الافريقيه هتطلع الكونغو. الكونغو. يعني اتعلموا الدرس، بتوع الجزائر المفروض يتعلموا الدرس بطل الاستهتار. تمام، النهارده ان شاء الله يا جماعه هنشوف القرعه طبعا الرسميه هتكون الساعه 5، وهنشوف هل توقعاتنا دي هتطلع صح ولا هتطلع غلط، وفي الاخير طبعا بشكر الكابتن عمرو، بشكر الاستاذ وائل، ويا ريت الناس تشترك في قناه اخبار خفيفه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.